ربما لم يثار مثل هذا القدر من الجدل خلال السنوات السابقة مثلما ما أثير هذه الأيام حول قانون الضرائب العقارية الجديد. تساؤلات بالجملة من السادة المواطنين وبحث مستمر عن إجابات. كاميرا على مسؤوليتي نزلت إلى شوارع القاهرة واستمعنا إلى صوت المواطنين. كراجل عندي 53 سنة وحي شقتي من 20 سنة، لو أنا شاريها من واحد وتوفى تمام وورثته الورثة بتوعه تشتته، ازاي انا هقدر اثبت ملكيه شقتي في الشهر العقاري من غير ما البايع نفسه يكون موجود او حد ينوب عنه؟ انا واخد شقه مثلا بقالي 10 سنين او 20 سنه، تيجي دلوقتي تقول لي لا تسجلها لان تبقى مش بتاعتك، فده طبعا ما ينفعش. زائد التصالح اللي حصل دوت، كل الحاجات دي اعباء على المواطن. وعيوبه اللي فيه زياده شويه في الـ في الـ في الحكايه 2.5% او اكتر من كده في التسجيل وكده. المفروض يعني مجلس الشعب يقعد كده مع نفسه كده ويشوفوا ايه قانون، يعني حاجه اللي هي تيسر على الناس عشان عندهم تشجيع اللي هم يسجلوا. هو الصح ان كل حاجه تبقى متسجله ليا ولولادي، واخد بال حضرتك؟ بس التوقيت، احنا خارجين من كورونا ووراها على طول المخالفات، واخد بال حضرتك؟ يعني واحده واحده. احنا عايزين يعني ننزل بمستوى التفكير للمواطن العادي وتسهيل اجراءاته عشان يسجل، عشان تبقى يعني ايه يعني محافظ حقه، يحفظ حقه، بس هو في مضطر ان هو ما يسجلش. المواطن مش عارف تقول النهارده 70 جنيه 80 جنيه، طب ما تيجي تقول لي ادفع 2000 جنيه في الشقه ولا 1000 جنيه في الشقه، انا هجيب منين؟ وانا عندي اربع عيال هجيب منين انا؟ لو انا عندي شقه مثلا بمليون جنيه وانا جايبها بمليون جنيه وقاعد فيها بس، اوكي هدفع يعني وبعدين؟ طب انا انت عرفت دخلي اعمل ازاي؟ طب دي شقه انا كنت شغال بره وشاريها وقاعد دلوقتي، فاهم ازاي؟ هدفع 2.5%، فلازم يكون في حوار من ندفع وتقنين اوكي وكل حاجه اوكي ماشي، بس يعني بالراحه. توقيته صعب جدا طبعا، بس القانون كويس لانه بيحمل الناس من النصب ومن ان حد يضحك عليهم في الشقق والكلام ده كله، لكن هو بيحمي الناس وبيحمي الشعب كله طبعا. ماشي كل حاجه تتسجل، بس الناس في ناس، الناس اللي بتبيع دلوقتي بتبيع عشان هي محتاجه وظروفها صعبه. شقه عمري رايح في الشقه دي عشان استر نفسي واستر عيالي واستر بيتي، وبعد كده يقول لك مش هدخل لك مرافق الا لما تعمل صحه ونفاذ او تعمل قانون توثقها. طب ايه؟ طب انا اجيب منين دلوقتي؟